قمنا ببرمجة هذه الحملة الخاصة بالجراحة بصفة عامة، وكذلك خصوصا جراحة الأطفال. عقدنا عدة اجتماعات مع كل من له صلة بهذه الحملة اللي متمثل في الأطباء الأخصائيون في الجراحة العامة، وكذلك أطباء الأخصائيون في جراحة الأطفال، وأطباء الأخصائيون وكذلك أعوان التخدير والإنعاش، وكذلك لباراميديكو وكل من له صلة بهذه الحملة. وفرنا الظروف اللازمة، وفرنا كل المستلزمات الخاصة بإنجاح هذه العملية. العملية بدأت اليوم بإذن الله وستستمر إلى يوم غدا إن شاء الله بربي للتكفل الأحسن وإنجاح هذه العملية. المرة هذه يعني مست جراحة الطب وجراحة الأطفال، يعني أي تم التكفل بمجموعة من الأطفال، يعني الأطفال المعوزين، حين قمنا بفحوصات الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع باشرنا بالعمليات بحول الله. العمليات تدوم يومين، يعني اليوم وغدا إن شاء الله. كاين عدد كبير من المطارح النظمي حملات مشابهة من أجل يعني تقليص لاليز داتونت، لاليز داتونت في الإمارات، وأخص بالذكر الأطفال. نتمنى أنهم في عطلة، في عطلة باش دخول المدرسة إن شاء الله يكونوا جاهزين، ما شاء الله عطلهم على ظروف الدراسة. نظرا لعدد المرضى الأطفال المحتاجين للجراحة، قام مدير مؤسسة الشفائية بتنظيم هذه الحملة. نتمنى أن تكون صادرة جيدة وتعود بالفائدة على جميع الأطفال المغربية. سي لا كاتريام كومباني بوندون سيت اني، غراس ا نوتر ديريكتور اون ا في سيت كومباني سي بور سولاجي لا ليست داتونت. Tellement jeune, parce que c'est une pathologie très fréquente. C'est une pathologie très fréquente et il y a beaucoup d'enfants. Et on fait ces campagnes-ci, c'est pour soulager les enfants et leurs familles, c'est pour une rentrée scolaire adéquate. Pour le standard, le muscle qui a été en train de faire, double learning, pour un peu sur le terrain, il y a une autre. والمخرج تاعو خلينا منو قاعدين نهضروا تاع دوك اللاعب فايت ونمشي و وليدي هذا زاد هنا في السبيطار تاع بسلام كي زاد هنايا كان عنده شوفي قبل ما تخزر كان عنده شويه ما في الحبات تاعو. قالوا لي كي يوصل الى 6 سنين وما فوق رجعوا للسبيطار تاع بسلام يديروا العمليه، والحمد لله كي رجعته استقبلونا احسن استقبال وعطاو لي الاجراءات القانونيه تاع الطب قاعد يخدمناهم، ودوكا معيطوا لي باش يديروا العمليه وانا جبناه والحمد لله.